5500 سائح من جنسيات مختلفة رست بهم السفينة السياحية العملاقة MSC جرانديوزا بالميناء الترفيهي بحلق الوادي، لتعطى بذلك إشارة انطلاق موسم الرحلات السياحية ببرمجة قرابة 45 رحلة سياحية بحرية بمعدل رحلتين في الأسبوع. اليوم أول نهار في السيزون الثانية، نحن استرجعنا البواخر وسفن عم ناول بعد 7 سنين اللي ما جاوش البواخر الهوني، واليوم الباخرة فيها 5500 سائح. جنسيات الأكثر جنسيات هي الجنسية الإيطالية الفرنسية والإسبانية مع شوية أمريكان شوية جابوني، شوية مخلطة من النواحي الكل. أما مشينا نحن حضرنا في بلوزيوغ فواغ نتاع آخر واحدة صارت في ميامي، وانا يو دونك دي ريونيون واجتماعات مع اصحاب السفن هذوما دو ديفيرونت ناسيوناليتي. ملي رجعنا هنا لتونس جاونا ديجا 10 طلبات اخرين. دونك سو كي بيان سي كو مثلا توا في الاسبوع هذا نهار الخميس عندنا ام اس سي، نهار الاربعاء الجاي عندنا باتو امريكان كبير، ونهار الخميس الجاي عندنا دو باتو او ميم طون. معناها في الاسبوع هذا عندنا حوالي ما بين 12 و 15000 سائح في ظرف اسبوع. انه الميناء الوحيد الذي حظينا فيه بحفاوة الاستقبال، وقد استمتعنا باجواء تونسية مميزة كالموسيقى الفولكلورية ومشاهدة الجمال، وبعدها سننطلق في نزهة نحو المواقع الأثرية بضاحية كرتاج. نحن سعداء بوجودنا في هذا البلد الجميل ونتمنى قضاء يوم ممتع، رغم أن الوقت ضيق ولا يتسع لزيارة عديد الأماكن، فتونس تزخر بموروث حضاري يجذبنا كسياح. لقد نزلنا للتو من الباخرة وسنذهب في جولة بالمدينة العتيقة وبضاحية سيدي بوسعيد. مغترب يعني، أخوة التونسيين كانوا شرحوا لي عن تونس وكرم تونس وجمال تونس، يعني لا أستطيع القول أكثر من ذلك. ما عندنا مقصد معين بقدر ما بدنا هيك نكتشف يعني باللحظة الآنية بس. كيف ثم 2000 سائح خذوا دي زيكسيورسيون ديجا ابور دونك ملامسي، دونك عندهم كارتاج سيدي بوسعيد المدينه، الباقي اللي يقعدوا هوني عملنا لهم نحن من عملنا بدينا فيها المنظومه وسنازل نظمناهم، عملنا دي بوكس دو تاكسي دو الفوتشر نتاعهم اللي عندنا هوني. يا عم كل تك كل كل جروب بتاع ثم 4 والا 6 ولا 8 دوم الراحة 5 ساعات ياخذوا مع التاكسي يختاروا فين يحبوا يمشيوا. مهنيو القطاع السياحي اكدوا على اهميه الرحلات السياحيه البحريه في تنشيط عديد القطاعات وعوده الحركيه الاقتصاديه والسياحيه لمدينه تونس وضواحيها. وانا فرحان كرا باخره فيها 6000 حريف نخرج منهم 2500 للرحله، خلاف التاكسيات تبارك الله تخدم، الجيوده يخدموا، لي زاجونس دو فواياج تخدم، المتاحف الاثريه تخدم، كارتاج، لي ريستورون، معناتها هذا اهم حاجه بالنسبه لي. القريه السياحيه هذه مفتوحه ديريكتومون وقت اللي البابور يجي يلقاونا احنا الفيترين نتاع تونس، دونك اون دو اتخ ا لا اوتور، لازمنا نجيبوا حاجات تونسيه 100%. ومن المنتظر أن يستقبل ميناء حلق الوادي حوالي 160 ألف سائح تؤمنهم رحلات سياحية بحرية لبواخر سياحية أوروبية وأمريكية.